رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. عام مضى من عمري ما في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحابي. وتهيأوا بعزيمة وتصبر، فأجور من صبروا بغير حساب. به ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. الله يجزي الصائمين لأنهم استسهلوا في الله كل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. ووقاهم المولى بحر نهارهم، ريح السموم وشر كل عذاب. وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل، فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم، سعدوا بخير كرامة وجناب. الصوم جنة صائم من مأثم، ينهى عن الفحشاء والأوشاب. الصوم تصفيد الغرائز جملة، وتحرر من ربقة برقاب. ما صام من لم يرع حق مجاور، وأخوة وقرابة وصحاب. ما صام من أكل اللحوم بغيبة، أو قال شرا أو سعى لخراب. ما صام من أدى شهادة كاذب، وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى، وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية، وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل، بالجود والإيثار والتقى.